طبعا بعد ما ننزل الملف ونفك الضغط عنه هنفتح الملف على الافتر افكت. اول حاجة طبعا نجهز الصور والحاجات اللي احنا هنحطها سواء صور او فيديوهات او ايا كان. انا جهزت صورتين بس كده عشان المثال. هنفتح اول سيكونس، نفتح سيكونس واحد، هنيجي هنا في بليس هولدر نفتحه ونحط الصورة مثلا الاولانية، نعمل فيت، نكبر الصورة على مقاس الكومبوزيشن بالظبط، وما نحذفش الديسبلاي ده. هندخل هنا على السيكونس، عندنا هنا التكست الأولاني طبعا كل الكلام ده هنا اهوت. هنغير بقى الكلام ده وده اللي احنا عايزينه، نغيره ونحط الكلام بتاعنا طبعا، اسم اللوجو ولا اسم البرومو اللي انت عايزه بس. وبكده نكون غيرنا اول سيكونس. هنيجي نشوفه وهكذا، نفس اللي عملناه في السيكونس الاول نعمله في السيكونس التاني بالعدد بقى اللي انت عايزه. وشكرا جدا لمتابعتكم، ما تنساش اللايك والاشتراك.